معي للحديث عن المغالطات التاريخية وعن صفحات مجهولة في تاريخنا المفكر الطبيب عاشق التاريخ الدكتور وسيم السيسي. مفكر ومؤرخ وطبيب مصري مشهور بعشقه لحضارة المصريين القدماء ومدافع كبير عن الوطنية المصرية، الأستاذ الدكتور وسيم السيسي اختير عضوا في لجنة الخمسين التي صاغت الدستور المصري. يعمل أستاذا لجراحات المسالك في المستشفيات التعليمية وحاصل على زمالة كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وزمالة كلية الجراحين الأمريكية، كما يشغل عضوية الجمعية الأمريكية لدراسة الظواهر الجوية. وللدكتور وسيم السيسي العديد من الأبحاث الطبية في مجال تخصصه، وحصل على براءة اختراع لأحد الأجهزة الطبية، وله عملية جراحية مسجلة باسمه في مجال الجراحة. من أشهر مؤلفاته التاريخية كتاب الطب في مصر القديمة ومصر التي لا تعرفونها والمسكوت عنه في التاريخ، وهذه هي مصر وإحنا مين، ومصر علمت العالم، وفي البدء كانت مصر.